اهلا بيكم معايا من الفاصل. زي ما انتم شايفين معايا مدام شهرزاد. ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. انا مش مصدقه نفسي والله على فكره. يا حبيبتي الله يخليك. ده انا جيت مخصوص من لبنان عشان اقابلك. يا حبيبتي عشان نورتين. انا ماشيه على كل النظام بتوعك والله. دي حاجه كله بالديتوكس بالعشر نصايح بالعيش المشبع. اهو نوراني والله. اهو شوفي جايه بيهم اهو. ده بال الحمص. لا الحمص انا لقيت عند ده بالعدس. بالعدس اخر وصفه. وقشر التفاح اخر واحده التفاح. اخر واحده. ودي بالذره. دي اللي بالذره. اوكي انت بالدرة. عامله حاجه مختلفه بالذره ولا اللي تقصدي بالحمص؟ لا لا بالذره. بس انا لقيت الدقيق الحمص. اوكي انت لقيتي الدقيق الحمص. لقيت وجربتي طب الحمص حلو؟ حلو قوي. طب الحمد لله. ده انا مش عايزاه يكون مش حلو عشان مش عايزاه اكل. مش عايزاه يكون حلو يعني. هو كله عم يطلع حلو الحقيقه. بس اكتر حاجه بتشبع ايه اخر وصفه اللي هي انا شايفه قشر التفاح فعلا اهو باين. اهو قشر التفاح وحاطه بذر كتان. وحبه البركه. واضح انك مطوره وشوي كمان. وشويه كركم. شويه. طب حلو. وشويه قرفه. حلو جدا. تعرفي الكركم ده فوايد. ده بيحرق. هايله هايله هايله. وده معاه وعملته بالكينوا. وعملت بالشيا. هايل. دي اول وصفه خالص. والكينوا وعملت بالحمص وعملت لسه في الشعير. اوكي عارفه انا اخذت انا ما فيش هنا عندنا في لبنان جنين القمح. مش موجود اللي هو الويت جيرم اسمه بالانجليزي عشان ناس كتير بتسال ويت. انا سالته حتى محلات ومش عارفه اقول لك مين. اخذت من هنا 5 كيلو يا حبيبتي. اخذت معايا هاخدهم معايا عشان اشتغل. بيفرق في المناعه جدا. طبعا هايل طبعا للمناعه. طبعا وانا فعلا. عايزه وانا باكل الدايت كل شيء. شوفي انا ما عنديش لا ملح ولا سكر ولا دقيق ابيض ولا ما بستعملوش. ما بتدخليش الحاجات دي ما بستعملوش. أحسن. بعدين اقول لك انا عندي دكتوره بدكتورتي بتاعت الدايت بلبنان. انا قصدت اني اروح عندها قبل ما اجي هنا. أوكي. عشان انا حاطه ببالي انه يا رب يشوف سالي يا حبيبتي. وتعرفي قالت لي ايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لي نزلتي 2 قد كده فات دهون صافي دهون ومن الخصر من هنا اتنين. يعني رحتي تقيسي عندها عشان نشوف المكنه المشين بتاعتها عشان نشوف المشين. لقيت قالت لي العضل زايد ما شاء الله واتنين قد كده اهو. هي انت تحطوهم قدامكم. ايوه ايوه ايوه. اتنين واتنين ونص سنتي من الخصر. طب والله هايل. عارفه ليه بقى؟ طب انا سؤال بس قبل ما اقول ليه. عملتي رياضه؟ مشيتي؟ عملتي اي حاجه؟ مشيت كل يوم ساعه. حلو جدا. ساعه هايل. ساعه وربع. ساعه ساعه وربع. هو ده يعني مش من 10 نصايح بس انا بنصح بيه جدا. لا انا بمشي. لا انا بمشي وبعمل رياضه. ده كويس. انا بمشي جدا بعمل رياضه جداً. لا هقول لك بقى ليه. ال10 نصايح اصلا احنا بنحفز ان الواحد ياكل بروتينات اكتر. طبعا مش نشويات. طبعا انما انا بفضل دايما السمك. حلو قوي. عن يعني عن انا كنت الحمر. مسافره بالاقصر واسوان. فالشيف قال له انا سمك في سمك اخد اشيل بتاعت الفيليه فوق اللي مغطسينها بالبقسماط ومش أيوه. عارفه ايه اشيل كده السمك نفسه احسن. والعيش ده بتاعي وعلى والصبح باخد كبايه المي الفتره مع معلقه العسل. ايوه صح. واذا انا ببيتي بحط معلقتين معلقه خل التفاح. صح. واذا انا مش ببيتي بلاقي ليمون. حلو بحط ليمون. حلو جدا. والشاي اللي بعد الوجبه بنص ساعه ساعه مع الليمون ده هايل. صح. والزبادي قبل النوم بساعه ولا ساعه ونص ده هايل. هايل. طب تعبك او حاجه الزبادي بالليمون؟ لا 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 ما فيش حاجه بتتعبني منك حبيبتي. حبيبتي والله. عشان انا كله مقتنعه فيه. انا عندي بنتي نفس الشيء. بنتي كده زيك حتى كمان اضعف شويه. وبرضه بتاخد العيش ده. ما هو قالت مش لي لازم انا لا لا ده صحي. ده صحي. واولادها وهي وكلهم الحمد لله نوجه لهم سلام للبنان كله عشان يلا كله يلا لهم يلا كله دلوقتي كله دلوقتي بيشوفوكي وكلهم بيحضروكي. وانا مشيت الكل عليهم صراحه. وحيت الله وحيت ربنا. هي حاجه فعلا صحيه لكل الناس مش بس للناس اللي عايزه تخس وتشبع. لا, لا, لا لكل صحي الناس صحيه جدا. وهو بذات الوقت بيلاقي حاله الواحد عم بيخس. صح. يعني اذا بيمشي على النظام الصحي بيلاقي حاله بيخس. صح. قولي لي بقى عرفتي ازاي عن العشر نصايح؟ انا طلعتها من الحلقه من على من الحلقه اليوتيوب طلعتها وهي هي معايا. بس انت في لبنان بتتفرجي على سي بي سي صفر. ده انا بقول لك حطيت دش ساتلايت خصوصي لسي بي سي
انا عندي نايل سات بس حطيت واحد بالصالون علشان كل سي بي سي وسي بي سي صفره مفتوح. روحي شوفي دلوقتي كده بتلاقي كله مفتوح. بتتفرجي على الحلقه اللايف ولا الاعاده بتاعتك؟ ثلاثه التلات حلقات. لو صحيت 8 احضرها ولو 8 بالليل احضرها. هايله يعني، لان فعلا الواحد ما بياخدش كل المعلومات من اول حلقه. لا فعلا. بعدين قلتي طلبت من ولاء قلت لها بس لما تنزلي على الشاشه الحاجات اللي مثلا احيانا بيقوم الواحد بيرن تليفون ولا بتاع، بقول لها بس خليها شوي سنه اطول شوي. قصدك على المقادير. دكتوره سالي انا عايزه منك يوم. انا مش دكتوره، انا خبيره تغذيه. خبيره تغذيه لكن خبيرة مش التغذية. دكتوره مش طبيبه. اوكي خبيره تغذيه حبيبتي. انا عايزه منك مثلا انا عايزه امشي على 800 كالوريز او 1000 كالوريز. فالصبح مثلا اخد بيضه واثنين من دول وحتة جبنة. أيوة. دول يعملوا كام؟ أنا حعرف إزاي يعملوا كام. بصي البيضة بتبقى في حدود 100 سعر حسب حجمها. مش كتير. شرايح الخبز دي برضو مش كتير، يعني الاثنين دول على بعض يعملوا. انا ما باكلش اكتر من اثنين. حسب سمكها طبعا. في الا لما برضو بكون خبزاهم وطالعين سخنين. حلو قوي. افضل عامله ديتوكس كل اليوم. روح اخده واحد بعد الظهر منهم دول الحلوين السخنين. عايزه اقول لكم ان بجد شرايح الخبز دي انا عارفه انا فعلا ماشيه بيها برضو. انا يومين ما اكلتش شرايح خبز مشبعه، على طول زدت وزنا تاني. اكلت بره وما كنت كان يومين معزومه بره ومش عارفه ايه وما لحقتش ان انا اخد. انا ده معايا كده زي ما انت بتحطيهم في الشنطه بتاعتك وانا معايا في الشنطه بتاعتي على طول. صح والله. ويوم مثلا غدا مثلا الغدا العشاء انا مش مهم عندي. انا الحقيقه بصحى يعني باخد الميه 4 كوبايات مي. أيوة بعد العسل جداً. بنص ساعه تقريبا. مهمه مع شرايح الخبز عشان ما يعملوش امساك للناس اللي بتعاني. 4 كوبايات مي. بصوا بس حاجه واحده شرايح الخبز دي اللي بجد مهتم ان هو ياخدها صح لازم معاها ميه. صح. عشان في شوفان بتلين فيها. اللي عنده مشكله امساك مش هيبقى عنده المشكله دي. وعشان الكتان بذر الكتان هايل ضد الامساك. فعلا والله بتفرق. اللي ياكل منها غير اللي ما ياكلش ويشرب معاها ميه هيحس مش هيعاني من امساك خالص باذن الله. مثلا حته سمكه قد كده مع سلطه حلو قوي. حتتين مثلا جزر مع كوسه مسلوق. هي دول بيعملوا كام؟ لا كل ده في حدود ال 300 سعر. يعني بس حاجات انا دي مش عايزاكي تقلي عن 1000 سعر. لا مش عايزاني عشان الجسم ما يخشش في حاله تخزين. انما اقول لك حاجه. قولي. انا كنت بكارلو فيفاري ورقوا فيه دكتور التغذيه بنفس المنتجع اللي احنا كنا فيه. أيوه؟ انا كنت فيه. هي مشتني على 1000 كالوري انما انا ما التزمتش الا معاكي يا حبيبتي. معاكي بس والله صراحة. انا فخوره بيكي يعني. انا عايزه ابوسك والله. وانا كمان بشكرك جدا. احنا عندنا بيبوسوا ثلاثه. ثلاثه ماشي. وبشكر كل اهل لبنان اللي بيتابعوني بجد والبلاد العربيه كلها. ده دلوقتي شوفي قد كميه هائله من اللبنانيين عم يتابعوكي. والله لبنانيين وناس كتير من بلاد عربيه بيبعتوا لي انهم خسوا نفسهم يكونوا معايا. انا والله سعيده بيكم جدا جدا وروحكم معايا بجد. تعالوا لعند سالي على مصر. ايوه يلا تعالوا. اهلا بيكم. اهلا بيكم. بشكرك قوي قوي. احنا حبيبتي وانا للاسف لازم نختم. حابه تقولي حاجه قبل ما نختم؟ هشوفك بعدين طبعا. أوكي. انا معاكي وهنتصور كله. اوكي حبيبتي. اوكي بقول لك انه ربنا يديكي الصحه يعني مش الصحه 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 أيوة احنا عندنا العافيه يعني العافيه العفو والعافيه. ايوه يا رب. انا وسلمي لي على ماما. حاضر. عشان مدام احلام دايما بتقلي لها يا طنط. أيوة احلام. انا بغرت من مدام احلام عشان انت بتقلي لها بتقلي لك ازاي ماما وازاي. أيوة. كذا وكذا. وانا عايزه نتصل على طول بمعاد ان شاء الله. هستنى كمان مكالمتك في الحلقه عشان اطمن عليك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك قوي ونورتيني. انا هستناكي الحلقه. خليكي. أوكي. خليكي أوكي. خليكي ما تتحركيش. خليكي معايا. ما تتحركش خالص. انا بشكرك وانا عايزه افكر المشاهدين بس احنا عملنا ايه. عملنا مع بعض البسكوت اللي هو بالجنزبيل لكريسمس. عملنا منه الفكره البسيطه الصغننه دي للناس اللي عايزه تعمل حاجه بسيطه خالص والناس اللي عايزه تتشجع على حاجه اكبر تقدر تعمل التورته الادوار اللي انا عاملاها دي اللي هي الكبيرة. أيوة لازم تبعدوا شوية بالكاميرا بس عشان تبان إنها كذا دور. و
عملنا رويال ايسنج اللي لزقنا بيه الحاجات دي اهي اللي ابتدينا ده كله صحي مش كده؟ كله بيتاكل. بصي البسكوت نفسه لا يعني كله بيتاكل ده بيتاكل بس في سكر طبعا مش طبعاً. يعني للمناسبات مش لك اليوم للمناسبات رويال ايسنج كله معدة. سكر ايه؟ تقوموا تلت معده تلت معده بالظبط ما فيش اكتر من كده صح عن الرسول عليه الصلاه والسلام صح صح طيب الله عليه وسلم. يا رب الحلقه تكون عجبتكم وبشكرك جدا حبيبتي وانا بشكرك جدا جدا يعني ده حلمي اني اشوفك الحقيقه يا حبيبتي والله انا سعيده ربنا قلت لها وبعدني بقول لي ياسمين ده رضا ربنا عني انا قابلتك قابلتك وشفتك يا حبيبتي معلش معلش نورتي شكرا يا حبيبتي ان شاء الله الاعاده 8 بالليل و8 الصبح باذن الله اشوفكم بكره على الهواء ان شاء الله إن شاء يلا الله. نقول باي إن شاء باي الله. باي باي. Thank you.